تحذيرات من تلف ممتص الصدمات في السيارة. عرض كاديلاك موديل الخمسينيات بمليوني دولار. احتراق سيارة مرسيدس نادرة بقيمة 10 ملايين دولار. تعديل سيارة لكزس LC 500 موديل عام 2024. شركة لكزس التابعة لتويوتا تعلن إدخال تعديلات على موديل لكزس LC 500H موديل 2024، منها استبدال شاشة المعلومات والترفيه. وبحسب مجلة موتور وان، يأتي نظام المعلومات والترفيه المحدث بشكل قياسي مع شاشة عرض بانورامية تجمع بين الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية واليسرى واليمنى لتوفير منظور كامل لما حول السيارة. ومن ضمن التعديلات دعم تقنية البلوتوث المزدوجة مع نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه المحسن، وحصولها على لونان خارجيان جديدان هما الأزرق الملكي والنحاسي اللامع. تحذيرات من تلف ممتص الصدمات في السيارة. نادي السيارات الألماني يحذر من خطورة تآكل ممتص الصدمات على سلامة القيادة، وقال إن ذلك يؤدي إلى خفض تماسك السيارة على الطريق ويقلل الثبات عند اجتياز المنعطفات. وأضاف النادي أن المخاطر الأخرى تشمل طول مسافة الكبح والانحراف في المنعطفات والانزلاق المائي. وأوصى النادي بفحص ممتص الصدمات كل 20,000 كيلومتر بعد قطع 80,000 كيلومتر. فولفو تخطط لطرح سيارة كهربائية رخيصة. شركة فولفو السويدية تكشف عن خطة لطرح موديل كهربائي صغير يحمل اسم EX30 ويحتل مرتبة أدنى من الموديل XC40 إلكتريك المدمج. وأوضحت الشركة السويدية أن الموديل الكروس أوفر EX30 الصغير يخاطب فئة الشباب بصفة خاصة وبمدى سير كهربائي في نطاق 400 كيلومتر، ومن المقرر أن تتوفر السيارة بسعر 45,000 يورو. احتراق سيارة مرسيدس نادرة بقيمة 10 ملايين دولار. شركة مرسيدس تقول إن احتراق البطارية الكهربائية هو السبب الرئيسي لاحتراق سيارة AMG One Hypercar وسعرها 10 ملايين دولار. الصانع الألماني ذكر أن السيارة التي تنوي صنع 275 نسخة منها كانت في طريقها لأحد عملائها، لكن الخلل الكهربائي أدى إلى تفحمها، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن السيارة ذات المواصفات الرياضية كانت في طريقها إلى سائق الفورمولا 1 لويس هاملتون. عرض كاديلاك موديل الخمسينيات بمليوني دولار. دار مزاد ميكوما الأمريكية تعلن عن عرضها سيارة كاديلاك ألدورادو واجن للبيع في مزاد علني في يونيو المقبل بسعر يبدأ من مليوني دولار. السيارة الكلاسيكية من موديل 1959 وصنعت يدوياً واستغرق إنتاجها 15 عاماً وبتكلفة بلغت 2,300,000 دولار وفق الإعلام الأمريكي. وبلغت تكلفة الطلاء الخارجي للسيارة 300,000 دولار، فيما تصل قوة محركها إلى أكثر من 1,000 حصان.